اليوم هذه الجمعية الوطنية لراديوس يتقدم بالتعازي لجميع سكان بلدية بونصرور والعائلة البطل العالمي فرج الله حسين. خيم على هذه المدينة وعلى الولاية وعلى الوطن في فقدان الابن البار والرياضي اللامع الشاب حسين فرج الله الرباع العالمي والدولي الذي حقق نتائج قارية وجهوية وإقليمية وعالمية. من جمعية لاراديوس إلى الأب فرج الله محمد البطل العالمي فرج الله حسين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جبنا ولكن هذا المسلم مطرب الله قدر الله يرحمه رئيس بلدية حمود شيخ شوف الأخير أنا أشكر الجمعية هذه على المبادرة اللي داتها وعلى المسافة اللي قطعتها باش تتصل إلى مقر سكن البطل. مرة ثانية نشكركم على هذه المبادرة وإن شاء الله تكون إن شاء الله ونيابة عن العائلة المكلومة العائلة المبتلاة التي فقدت هذا البطل وإن كان بطلنا أكبر من أن يختزل في عائلة فهو ابن الجزائر الذي لطالما شرفها في المحافل العربية والإفريقية والدولية. في البداية بودي نيابة عن كل هؤلاء جميعا أن نشكر وأن نزف كل مشاعر التقدير والامتنان لهذه الجمعية الرائدة المبادرة التي دائما ما سمعنا عنها ورأيناها في كل المناسبات التي تتعلق بهذا الوطن المفدى الجزائر. شاكرين لهم هذا المسعى النبيل وهذه الالتفاتة الطيبة لراديوس حضورها نعتبره بلسما ونعتبره دواء ونعتبره شفاء وحضورها يذهب ويدفع عنا الحزن. لا شك ولا ريب أن مصابنا جلال وأن خطبنا كبير وأن رزقنا عظيم لا يعوضه إلا الإيمان بالله عز وجل. تشاء الأقدار ويغيب المنون في نوفمبر الشهداء يغيب المنون الأبطال. حسين فرج الله عاش 23 سنة بيننا على قصرها كانت حافلة بالأمجاد والبطولات.